ولمتابعة آخر التطورات في قطاع غزة معنا مراسلتنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح سالي ثابت. أهلا ومرحبا بك سالي، آخر التطورات حتى هذه الساعة؟ أهلا سعاد، آخر التطورات الميدانية، شهيدان وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل إثر استهداف مجموعة من المواطنين، والحديث يدور حسب شهود عيان أنها مركبة تابعة لوزارة الاقتصاد في منطقة الزوايدة. تم قصف هذه المركبة ووصول إصابات عديدة وشهدان إلى مستشفى شهداء الأقصى. تم إلقاء نذرة الوداع عليهما من قبل ذويهم ووري جثمانهما الثرى، بالإضافة أيضا على أن الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى تعاملت مع الإصابات التي وصلت ووصفت من خلالها بأنها حرجة للغاية وتستدعي دخول غرف العمليات. نتحدث أيضا عن أن هناك في ساعات الصباح كان قصف في مخيم لبريج وتحديدا بالقرب من عيادة لبريج التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، بالإضافة إلى الانفجارات التي تسمع بصوت جلي وواضح من كافة أرجاء مدينة دير البلح، وهي ناجمة عن القصف المتتالي للمناطق الحدودية في ذات المنطقة، منطقة دير البلح، بدءا من شرق دير البلح وأيضا في المخيمات الثلاث، مخيم المغازي والبريج وأيضا النصيرات. وتحديدا دائما ما نتحدث في كل رسالة نخرج بها عبر قناة الكوفية سعاد حول الاستهدافات المتتالية والمتكررة لمنطقة شمال النصيرات وتحديدا بالقرب من محطة الكهرباء. هذه المنطقة في كل يوم تقريبا ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعامل معها بشكل روتيني، تقصف من قبل الجيش ومن خلال الدبابات والآليات الإسرائيلية التي تتمركز في مستوطنة نتسريم وتقوم بعمليات الكر والفر المباغتة عبر العمليات العسكرية المحدودة، وتنطلق من هذه المستوطنة وصولا إلى شمال النصيرات ووصولا إلى أبراج الزهراء وأيضا أبراج الأسرى ومنطقة المفتي ومنطقة أبو معلا وأرض أبو مهادي. هذه الأراضي الزراعية التي يتم استهدافها في كل يوم وتطلق النيران عليها وتصل الإصابات والشهداء وأحيانا يتم محاصرتها لعدة أيام، هي من ضمن المناطق الشمالية في منطقة أو في مخيم النصيرات. نتحدث عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ من ساعات الفجر وحتى ساعات المساء المتأخرة بإطلاق القذائف التي تسقط على رؤوس المواطنين والمدنيين العزل والذين قاموا بنصب خيامهم في تلك المناطق نتيجة للتكدس والكثافة السكانية العالية هنا في دير البلح. نتحدث عن 1.5 مليون في هذه المنطقة، سواء كان من المواطنين الأصليين لها أو حتى من النازحين، عائلات النازحة من شمال القطاع أو حتى من جنوبه والتي استقرت في منطقة دير البلح. كما أوعز جيش الاحتلال الإسرائيلي حسب الخرائط والمناشير التي قام بإلقائها في مدينة رفح بضرورة التوجه إلى تلك المناطق من مواصي خان يونس وحتى مشارف النصيرات. إذا ما تحدثنا أيضا على الأوضاع الإنسانية هنا في المنطقة هي كارثية بامتياز، نتحدث عن غلاء معيشي فاحش، عن أيضا ندرة في المواد التموينية المتواجدة في الأسواق، وأن وجدت هي غالية الثمن. نعم. مع التزامن أو بالتزامن مع فقد الوظائف للعديد من الأهالي والموظفين، بالإضافة أيضا سعاد فصل الشتاء الذي ينتظره عدد كبير من
من الأهالي وهم يعني في حالة من التوتر والخوف، كيف سيتم ترميم الخيام أو حتى تجديدها أو حتى استبدالها إن وجدت، ويطالب الجميع بضرورة التدخلات الفورية والسريعة من قبل المؤسسات المحلية هنا أو المؤسسات الإغاثية والدولية ومؤسسات المجتمع الدولي بإغاثة يعني العائلات التي تعتبر نفسها عائلات منكوبة هنا في وسط القطاع والتي غادرت شمال وجنوب القطاع وتم تدمير منازلهم ولا حول لهم ولا قوة. سعاد. نعم شكرا لك يا زميلة سالي ثابت، كنت معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلحة.